إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وما أدراك ما الوقوف بعرفة؟ هذا أمر قد عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، أقسم الله عز وجل به بهذا اليوم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال تعالى: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم الذبح يوم النحر، وهو قول عكرمة والضحاك. يوم عرفة هو اليوم المشهود، هو اليوم المشهود الوارد في سورة البروج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. وعرف يا إخوتاه عيد لأهل الموسم، من فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن طارق بن شهاب قالت اليهود، والمقصود باليهود هنا هو كعب الأحبار كما في رواية أخرى للإمام البخاري، قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله حين أنزلت. أنزلت يعني يوم عرفة، وإنا والله بعرفة يوم جمعة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: التنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد، المستفاد من هذا الحديث فيه تنصيص على أن يوم عرفة يطلق عليه يوم عيد، وكل يوم معظم عظمه الشارع الشرع فهو يوم عيد. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح والسرور إنما يكون بالله عز وجل. قال الشاعر: وكان فؤادي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويفرح
فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. يوم عرفة يوم عيد لا للموقف، لأن الحج لا يكمل إلا بالوقوف بعرفة، فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أعظم أركان الحج إيه؟ عرفة. قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام، لأن الله إنما يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل. فربنا اختار الرسول أن يكون يوم الحج بتاعه وقوفه بعرفة يوم الجمعة، والأعمال تشرف بشرف الأزمنة وشرف الأمكنة. فإذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان يوم الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة وفيه ساعة يعني يستجاب فيها الدعاء، وأرجح الأقوال إن آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، فهذا فضل ما بعده فضل. أما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم جمعة. أفضل يوم، أفضل يوم، يوم عرفة ومعاه يوم جمعة، وهو أفضل من 70 حجة في غيرها. قال الحافظ ابن حجر: هو حديث لا أعرف حاله. يعني ضعف الإمام ابن حجر هذا الحديث. أيضا يوم عرفة فيه موقف عظيم، إذ أن الله عز وجل أخذ الميثاق على ذرية آدم يوم ألست في مشهد الذر، وفيه أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وهم في عالم الذر، فما أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية زرعها، أخرج من صلبه كل خلق خلقه، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الحديث حديث جميل وحديث صحيح، ورد عند الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم عن ابن عباس، وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومن فضائل هذا اليوم أن الله يباهي بالحجيج ملائكته، ويغفر الله لأهل الموقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات، يعني بالحجيج في يوم عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه وافقه الذهبي، والبياقي في سننه، وابن خزيمة وأبو نعيم في الحلية عن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفيما رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعن عائشة رضي الله عنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. رواه الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام ابن ماجه. يعني يباهي الله عز وجل بأهل عرفة وبالحجيج أهل السماء الملائكة، يفاخرهم بهذا الجمع الطيب. وروى الإمام ابن ماجه عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال أسكت الناس، أو قال أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم، تفضل عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. هذا يوم غفران للذنوب كبيرها وصغيرها، غفران للتبعات كما قال الإمام الحافظ ابن حجر. وأفضل الدعاء يا إخوتي دعاء يوم عرفة. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى الإمام مالك والبيهقي في شعبه وابن عدي أن عن أبي هريرة مرفوعة: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم من علينا بشهود هذا اليوم، من علينا بالحج يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، نواصل فاصل ونواصل بإذن الله. عدنا بحمد الله وتوفيقه إليكم. لله در الإمام ابن القيم وهو يقول: وراحوا إلى التعريف، يعني إلى عرفة، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، القيامة أعظم يعني، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر، أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوا وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أرحم، وما روي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم. نعم، ما روي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا 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 أغيظ منه في ذلك اليوم الذي يغفر الله عز وجل فيه الذنوب جميعا لا للموقف. وذاك لأمر قد رآه فغاظه، فأقبل يحصي الترب غيظا ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه
ساقطا يتهدم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. هذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي. وهذا الدعاء هو أشرف الدعاء يوم عرفة، يعني كل ما العبد في موقف الحج يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مش هتاخد نص دقيقة، كأنما أعتق عبدا من ولد إسماعيل. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو من هذا العبد هذا الرجل الذي تفضل بهذا الدعاء. يعني لو قال له في اليوم ده 1000 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعتق به 1000 عبدا من ولد إسماعيل، فيعتق نفسه 1000 مرة ينجو من النار أبدا. وانظر إلى أحوال الصالحين في عرفة. الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يأتي بمئة بدنة، 100 ناقة، و100 عبد من عبيده، ثم يعتقهم، ينحر 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 في يوم النحر 100 بدنة، ثم 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 يأتي بمئة عبد من عبيده يعتقها لله تبارك وتعالى. فيضج أهل الموقف بالبكاء، يقولون: يا ربنا، هذا عبدك أعتق عبيده، أفلا تعتقنا؟ ومطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله كان يأتي إلى عرفة يقول ووسط الحجية يقول: اللهم لا تردهم من أجلي، يعني يا رب لا ترد هؤلاء الناس الطيبين بمعصيتي وبسبب ذنبي. وكان بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله يقول: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. اللي عكر بس صفو المشهد في عرفة إنني موجود وسط الناس الصالحين الطيبين دول. أما الفضيل بن عياض فكان يقبض بيدي على لحيته وعيناه ترسلان الدموع إلى قبيل الغروب، فإذا كان عند الغروب قال: وسوءتاه منك وخجلاه منك وإن عفوت، حتى إن عفوت عني يا ربي فوحيائي منك وخجلي منك، كيف ألقاك يوم القيامة. الفضيل بن عياض أيضا يقول وقد أخذ بيد شعيب بن حرب: إن كنت تظن أنه قد بقي في المسلمين من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن. يعني الفضيل بن عياض الخائف البكاء على الدوام يعني يرجو الله عز وجل للناس، فيقول: لو أن هذا الجمع ترنى، لو أن هذا الجمع وقفوا على باب غني من أبناء الدنيا يسألونه دانقا سس درهم أكان يردهم، فقالوا له: لا والله. فقال: والله للمغفرة على الله عز وجل أهون من الدانق على هذا الغني. يبقى يرجو الله عز وجل للناس ويخاف على نفسه. أحد الحجاج وقف على عرفة وقال، وكان اشتد به الخوف، فقال: الأمان الأمان، فقدنا الانصراف، يعني أقبل وقت الغروب، الأمان الأمان، فقدنا الانصراف، فليت شعري، ماذا صنعت في حاجة المساكين. وخائف آخر، خائف آخر يدعو الله عز وجل فيقال له: هذا يوم المغفرة، هذا يوم عتق الرقاب، فيخر ميتا، فيخر ميتا. ولله ما أحلى دمع أهل الموقف من عرفة، رفعوا الأكفة وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة
غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات، فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات، وتصاعدت أنفاسهم مجبوبة وجدا يسيل بواكف العبرات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، غصت بهم في حلهم ورحيلهم رحب الوهاد وواسع الفلوات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في موطن الرحمات. فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. ما أعظمه من موقف، تخيل بقى لو أن إنسان واقف في عرفة يشرب من ماء زمزم قد من قارورة له، وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يبقى ماء مبارك في وقت مبارك في زمن مبارك في مكان مبارك، ثم يدعو الله عز وجل يا طيب زمزم مطعما أو مشربا تهفو لورد نعيمه الأرواح. جبريل أطلقه بهمز جناحه فإذا به مسترسل ينداح، الله أودعه عناصر ركبت فيه يحار بكنها الشراح، فتضلعوا من مائه وادعوا فقد جاءت أحاديث بذاك صحاح، من قال زمزم قدست أسرارها عند الإله فما عليه جناح. سبحان الله، تخيل به انك انت زمزم دي من الأطلاق جبريل عليه السلام بهمز جناحه، وتخيل لها قصة أم إسماعيل وإسماعيل، وتخيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، وتخيل في يوم عرفة أن هذا المكان أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، ألست بربكم ميثاق التوحيد الذي استقر في الفطر. تخيل هذا، وتخيل أنك بدعائك كل دعوة منك يعتق الله بك عضوا من النار، بكل عضو من دعائه من دعاء الرجل من ولد إسماعيل. تخيل دموعك، تخيل الموقف، تخيل بكاء الناس، ما أعظمه من موقف. ثم بعد يوم عرفة يأتي يوم النحر. يوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أول يوم العيد يوم النحر، ثم يوم القر. حدث في هذا اليوم العظيم عالم من أعلام الأمة الإبراهيمية والملة المحمدية ما حدث قبل ذلك أبدا، إن سيدنا إبراهيم مستسلما لأمر الله عز وجل، وقد بلغ به نبل التسليم ما بلغ، والتفويض لله عز وجل، ونبل الطاعة والأدب مع الله عز وجل أن يهم بذبح ابنه إسماعيل. ولما أقبل على الذبح نجى الله عز وجل عبده إسماعيل، ورزق الله عز وجل خليل الرحمن إبراهيم مع إسماعيل ولد إسحاق، وجعل الله عز وجل النبوة والكتاب في ولد إبراهيم، أنه جاد لله عز وجل بكل شيء. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اللهم احي قلوبنا بحبك واجعل سعينا كله خاصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.